لقد كبر ولدنا ويجب أن يصيد لنفسه حتي يأكل. لقد كنت أصيد وأنا أصغر منه سنا. إنه يأكل ويلعب ولا يعمل. يجب أن أجعله يعتمد على نفسه. لقد تحدثت معه كثيرا لكنه لا يستمع لما أقول ولا أدري ماذا أفعل. اترك الأمر لي ولكن افعلي ما أقول لك. سوف نتظاهر أنا وأنت أننا نتشاجر ثم أترك لك البيت لأربعة أيام، وعندما يريد الأكل قولي له لا يوجد، يجب أن تصيد لنا لنأكل، وهذا سوف يجعله يذهب ويصطاد من شدة الجوع. ولكنه سوف يتعب من شدة الجوع، ولكن ما دام ذلك في صالحه فلا بأس. أنت ترهقينني من شدة الطلبات كل يوم. لقد تعبت ولسوف أترك لك المنزل وأذهب لأستريح لأربعة أيام. أتتركنا وحدنا بدون طعام لأربعة أيام؟ كيف ذلك؟ إن ابنك موجود يصطاد لكم لتأكلوا. السلام عليكم. أيوجد ما يؤكل يا أمي؟ لا يا ابني، لا يوجد طعام. مر يومان ولم آكل شيء ولا أستطيع النوم بدون طعام. ماذا أفعل؟ لقد كان أبي يصطاد لنا، أما الآن فلا يوجد طعام. ولقد كنت أنانيا فأنا أفكر في نفسي وجوعي فقط، ولم أنظر إلى جوع أمي فهي بلا طعام أيضا. وأبي كان يذهب ويصيد لنا وأنا جالس في البيت آكل وألعب. يجب أن أذهب في الصباح لأصطاد لي ولأمي ما نأكله وليفخر بي أبي. أنا ذاهب إلى الصيد يا أمي حتى أحضر لك ولي الطعام. حقا بارك الله فيك يا أمي. من الآن يا أبي لن تذهب للصيد وحدك، سوف أذهب معك. لقد كنت أنانية وكسولة ولكني تعلمت الدرس. شكرا يا أبي وشكرا يا أمي.